صباح الخير وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية من قناة الجديد في بيروت. ويحدث أن يصاب وليد جنبلاط بلحظة تخلي في لاهاي أيضا. هناك تخلت عنه الذاكرة ومحت من محفوظاته سجلات عن لقاء جمعه بلجنة التحقيق الدولية في المختارة. النسيان ليس في شكل الاجتماع وحسب، بل في مضمونه الذي قال فيه جنبلاط لأحد المحققين أنه يجب توخي الحذر من العقيد وسام الحسن. وبعد 9 سنوات على هذه الواقعة، توخى جنبلاط الحذر في الإجابة التي تدرجت بين لا أذكر لم ألتقه، على افتراض وصولا إلى النفي القاطع فالاستغراب. مساء الأنعاش تحركت سريعا في قلب القاعة، فتدخل فرانسوا رو لمحاولة تقريب اللقاء إلى الذاكرة، وساهم محامي الدفاع التونسي محمد العويني في نشر ربيع من الوثائق التي تؤكد الواقعة بتفاصيلها وتبرز استغراب جنبلاط كيف يتولى وسام الحسن قيادة شعبة المعلومات في قوى الأمن. وقع جنبلاط فيما جناه دورانه السياسي على مدى الأعوام العشرة، ولم يعد يلوي على ذاكرة أو يلتقط أي إشارة ترشده إلى موقعه السياسي في أثناء إدلائه بالتصريحات المتقلبة. وهو في هذا الإطار نفى أمام المحكمة وتحت القسم أن يكون قد هاجم المحكمة الدولية وناعتها بالمسيسة. لكن دفاتر عام 2010 تقول بالصوت والصورة إنه فعلها وأكثر، وكان ذلك لدى حفل وداع أقامه للسفير الروسي في لبنان سيرجي بوكين في المختارة. حينذاك لم يبقي للمحكمة ذرة عدالة، مهاجما اعتمادها على شهود الزور واستخدامها من بعض الدول الكبرى في لعبة الأمم خدمة لمصالح هذه الدول وليس للعدالة. وربما كانت هذه النتيجة الطبيعية لأي شاهد يخلط الظروف السياسية على نفسه، يتموضع، يوالي، ثم يؤسس جبهات حرب سياسية على المنابر يعتليها مصطحبا خطابات وقرودا لم تعرفها الطبيعة وحيتانا لفظتها البحور، قبل أن يطلب ود أصحاب الفضيلة من تلك الفصيلة. وقياسا على هذا المسار الدائري، فأن جنبلاط لن يكون أمام المحكمة الدولية بأفضل مما عليه اليوم. جلسة الوليدين كانت قد افتتحت بعرض المحكمة تسجيلا صوتيا للقاء الذي جمع الرئيس الحريري بوزير خارجية سوريا وليد المعلم، وبدا فيه الرئيس الشهيد معلما على المعلم يتحدث بثقة عن رفضه تفصيلات قانون الانتخابات وعن حزب الله الذي يشاطره الرأي، فيما كان وزير خارجية سوريا منصتا يرد بعبارات هادئة وكأنه يعلم أن شريط التنصت تحت كرسيه في قصر قريتم. وإذ ردد الحريري أمام المسؤول السوري أنه لن يكون رئيسا لمجلس الوزراء ما لم يوافق الأسد، أكد في الوقت نفسه أنه آن الأوان لأن يحكم لبنان من لبنان لا من سوريا. كان ذلك في شباط فبراير عام 2004. وبعبارة توضيحية أن الرئيس الشهيد كان يقول: أنا أحكم لبنان نيابة عنكم أيها السوريون، وأنتم تديرون هذا البلد بواسطتي منذ 13 عاما، وقد كنت وديعتكم لدى الدولة اللبنانية منذ وصولي إلى سدة الحكم حتى عام 2004. مسرح المحكمة الدولية مستمر في يوم الرابع وأخير من شهادة وليد جنبلاط اليوم، مع الأمل أن يقوم وزير الصحة وائل أبو فعور الذي يرافق جنبلاط بإسعافات أولية مطابقة للذاكرة في العرض الأخير. أمنيا، أفادت معلومات عن تصدي الجيش اللبناني لمجموعة مسلحة حاولت التسلل من سوريا إلى لبنان عبر منطقة بركة الرصاص في عيت الفخار في رشيها. في المقابل وقعت اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعة مسلحة حاولت الدخول إلى الأراضي السورية عبر طرقات وعرة في السلسلة الشرقية من إخراج بلدة الصويري، وتخلل الاشتباك إطلاق قنابل مضيئة. كذلك سقطت قذيفة من الجانب السوري على مجبل للباطون بين بلدتي المنارة والصويري في البقاع الغربي، واقتصرت الأضرار على الماديات. تتواصل المعارك في القلمون، وحزب الله ينجح في اصطياد موكب قيادي للنصرة.
حال من الترقب تسيطر على القلمون مع تصاعد تهديدات بمعركة قريبة، فيما لا تزال المعلومات تتوارد عن مناوشات تدور حاليا في المنطقة لم ترقى إلى درجة اندلاع المعركة الكبرى بين حزب الله والجيش السوري من جهة وجبهة النصرة وباقي الفصائل المسلحة من جهة أخرى. مصادر في حزب الله ذكرت أن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا قياديا لجبهة النصرة فجر اليوم بكمين متقدم في جرود طفيل ودمر 3 آليات لها، ما أدى إلى مقتل 4 من قادة النصرة وحلفائها من بينهم مسؤولها في الجب أبو وديع ومسؤول كتيبة الصقور المحمدية أبو فاطمة. وكان الحزب بالأمس قد استهدف معسكرا للنصرة وقتل أكثر من 16 من المسلحين في الجرود وسيطر على تلة القرنة الاستراتيجي في نحلي. في المقابل كان أيضا قد أطلق تجمع واعتصم بحبل الله التابع للجيش الحر في سوريا بالتعاون مع جبهة النصرة معركة وصفت بالاستباقية ضد ما وصفه بميليشيات حزب الله اللبناني المرابطة في منطقة القلمون بريف دمشق تحت اسم الفتح المبين. نواصل إذن، هل يمكن القول أن السوريين استبدلوا بالبيروقراطيين من منظمة الأمم المتحدة بعد الاعتداء بقليل؟ هل تذكر ذلك؟ نعم، أذكر ذلك. في اليوم الثالث، محامي الدفاع يفجر قنبلة في وجه الزعيم الاشتراكي هي عبارة عن إفادته مع المحققين الدوليين، دعا فيها إلى الحذر من العميد وسام الحسن، إلا أن جنبلاط أنكرها مرارا. تقرير من لاهاي للزميل جاد غصن. ثالث أيام شهادة النائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية أغناها، فمنذ جلسات الصباح أعلن فريق الادعاء عن تسجيل صوتي لاجتماع جمع بين الرئيس رفيق الحريري ونائب وزير الخارجية السوري آنذاك وليد المعلم، وذلك في الأول من شباط عام 2005. المعلم قال للحريري أنه سيستلم الملف اللبناني ويريد تحسين العلاقة بين الحريري وبين الرئيس بشار الأسد، فيما أوضح له الحريري أن أسباب تراجع العلاقة هي عدائية الأسد تجاهه الناتجة عن تقارير يرسلها إليه فريق الرئيس اللبناني أمين لحود. قلنا له يا سيادة الرئيس، أنت عملت تعيينات من هذا مش سنتين، سمعت أنه ماهر صار كذا وآصف صار كذا وفلان صار كذا، بتحب أنا أني أعمل اتصال مع هذا؟ قال لي أبدا، معي وشوف من وقت لآخر غازي وأبو عبده وصاحبك أبو جمال، أصلا أنت بتشوفه ماشي الحال، رفض ان يشوف حدا. قلنا له بدنا نشوف ماهر، هل انا برتب لك معك؟ وما صار شيء، هذا من سنتين. ما ان انهى فريق الادعاء استجوابه الذي امتد ليومين ونصف، حتى انطلق فريق الدفاع في استجوابه المضاد، ليعلن ممثل حقوق ومصالح المتهم حسن حبيب مرعي محمد عويني عن مفاجأة تتمثل بتحقيق اجراه احد محققي لجنة التحقيق الدولي مع جنبلاط عام 2006. خلال ذلك التحقيق أعرب جنبلاط عن ريبته من العقيد وسام الحسن، كلام نفاه جنبلاط. لكن هل تتذكر أنك لديك فكرة أنه يجب أخذ الحيطة والحذر من العقيد وسام الحسن؟ ما هنا أستغرب، لماذا يعني أستغرب، لماذا أشك علي أن أشك بالعقيد الشهيد وسام الحسن؟ هذا يعني يخالف منطقي السياسي ويخالف كل ما بنيناه لاحقا مع العقيد في شعبة المعلومات، لذلك لماذا علينا أن نشك بالعقيد وسام الحسن؟ المحقق لاحظ من كلامك أنك مستغرب كيف يمكن للعقيد وسام الحسن أن يتحمل مسؤولية شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. هذا الكلام الذي نقله المحقق عليك مباشرة. لكن ليس رأيي، إذا هذا رأيه لكن ليس رأيي، هناك نقل مغلوط، هناك فقط نقل مغلوط من هذا المحقق حول موضوع صدقية وسام الحسن. وسام الحسن من أحسن من كان مؤهل للاستلام شعبة المعلومات. Do you have it? القديري، هل هناك أي سبب يدفعك إلى عدم
تصديق أن هذا المحقق اجتمع معك ل 45 دقيقة في الأول و 30 من يناير كانون في المسجد في قصر المختار، أو الأمر هو فقط أنك لا تتذكر؟ قلت لا أتذكر، وفي حال حصل، في حال حصل يبدو أن حصل، قلت لا أتذكر. السيد كاميرون، ألا يزال المحقق يعمل في مكتب الادعاء؟ السيد كاميرون، نعم هذا صحيح. بعدها شرع فريق الادعاء في مقارنة مواقف جنبلاط من سوريا وجريمة اغتيال الحريري منذ عام 2005 حتى عام 2010. أجريت المقابلة في المختارة، في مكتبي في المختارة في 2010، وأنا ذاك كنا على مشارف المصالحة صح التعبير أو مع النظام السوري، بعد أن كان ذهب من قبلي سعد الحريري إلى سوريا، لكن علمت أنهم يريدون كلاما يطوي الكلام السابق في ساحة الشهداء، الكلام الذي رأيناه سابقا، يعني أن كلاما لائقا، لذلك قلت استعملت هذا الكلام، هذه الكلمة ساعة تخلي. نعم قلت هذا الموضوع لأن كنت على مشارف، كان مشارف الذهاب إلى دمشق. يكمل فريق الدفاع استجوابه المضاد للنائب جنبلاط يوم الخميس، وقد يتطلب الأمر تمديد هذا الاستجواب ليوم إضافي نهار الجمعة في حال لم يتح له إنهاء استجوابه في الوقت المحدد. جاد غصن، قناة الجديد. وفي لاهاي أيضا حضر الرئيس الراحة رفيق الحريري شاهدا في المحكمة من خلال تسجيل صوتي عرضته للقاء جمعه بنائب وزير الخارجية السورية آنذاك وليد المعلم، تحدث فيه عن علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد والتحضير للانتخابات النيابية. أنا ما بدي أتصل بحدا بسوريا إلا من خلاله، وبتعرف عقلي حتى أيام الرئيس الأسد أنا علاقتي بأبو جمال بلش الرئيس، وبحكمة بلش الرئيس، ما عمل شيء من عندي أنا، ولا عندي اتصال بسوريا بإنسان. في أبو جمال بحكي معه، بحكي معي مرحبا مرحبا، صارت صداقة عائلية لا أكثر ولا أقل، وبعرفه أنا أنه زلمي يعني ما عنده يعني منه بالقرار من كذا سنة. خلينا ناخد هالنظرية مظبوطة، أنه طيب رفيق صرنا بنعرفه من سنة 82، يعني 22 سنة لم تنقطع نحن وياه، وصروا 10-12 سنة رئيس وزراء. طيب ليش اختلف بهالسنة؟ هذا السؤال. طيب ايه ليش اختلف؟ مش انا ما تسألوني الي، يسألوا حالهم، ليش وصل رفيق الحريري اللي درجة انه صار مستعد يتعامل مع الجميع ليقلق سوريا؟ في سبب هيك؟ يعني فجأة بعد 22 سنة كب كل هالحلبات بإجره؟ ليش؟ في سبب، شو هو؟ هو تغير؟ ما تغير، بعده زي ما هو. وصلنا لمحل انه خلص طلع دينه، طلعنا له دينه. طيب ليش؟ في شيء صار. شو هو؟ فجأة انا بالاساس عميل فرنساوي اوروبي امريكاني قاعد، لكن شو؟ عم بيحكوا عن تأثيرك. ليش اثرت هنيك؟ ما انا بعرفه لشراك من الاول وصاحبي من الاول، وصاروا 9 سنين وانت بتعرف ماشي مع سوريا مثل الساعة، واجى على البرلمان اللبناني مرتين وقال الوجود السوري في لبنان باقي لغايه ما يصير في سلام. ليش انقلب؟ انا قلبته عاد، انا خليته يحكي هالكلام بالاول. نعم خليته يحكي هالكلام، وانا خليته يحكي الكلام الثاني. مش هذه النظريه. طب ليش عملت هيك؟ والله استيماني فرنجي عم بقول، انا عم بحكيك بينه وبينه، في حدا معنا؟ لا بالعكس، انا بيهمني وبدي انا عم اقول لك هذا الحكي. انا استيماني فرنجي عمل القانون يا حبيبي، وهو قايل لكذا واحد واخرهم واحد من عنده، قال له نحن قسمنا بيروت بهذا الشكل، بده الحريري نغيرها يعطينا كم نائب ببيروت. اقسم بالله العظيم وحياة بنتي، وحياة بنتي دولة الرئيس كويس. هل جبت لك يعني هوني التقسيم اللي عندي اوكي؟ وقال له بالحرف الواحد، قال له انا اذا اتفقت معكم برجعها دائرة واحدة او منقسمها بشكل ترضوا فيها، وانا بطلع للرئيس بشار بانه فيها. شو عم بيعنوا فيه؟ معناته منعوا اللي قبل منا. ليش بده غير الحريري؟ ايه وحياة ولادي، وحياة بنتي وليد. انا ما بكذب. لا انت ما بتكذب. على الاطلاق عيب اصلا. انا ما بكذب. طلع فيه هون عيب. يابا لحتى اليوم، حتى اليوم. اليوم هلا قبل شوي بيجيني خبر من الاسبان انه بده نحطه حزب الله على الاعتبار.
مين موقفهم؟ تعرف مين؟ الفرنسوية. مين موقف الفرنسوية؟ أوكي؟ لليوم. لليوم. ليش موقفهم؟ ما أنا وياكم مختلفين. وممكن تستعمل حزب الله ضدي. طيب ليش موقفهم؟ طمعاً بهدية؟ ماني طمعاً بهدية. النواب اللي محسوبين عليكم بالكتلة شحطكم. قلت لهم اطلعوا، ما بدي إياك. أنا بدي أجيب نواب لإلي. وأنا كلني لسوريا. هذه طريقة أبو عبدو. يعني في 18 واحد ببيروت ماخذ منه 3 4 بنخلي له 14. طب ما أنا معك، شو بدك بهالأمة يعني؟ شو هالأسلوب العكرتي هذا؟ الرئيس السوري جال على مدارس أبناء شهداء الجيش مقارنا مجازر الماضي بمجازر الحاضر، ومؤكدا أن خسارة معركة لا تعني الهزيمة. في ذكرى الشهداء جال الرئيس السوري بشار الأسد على مدارس بنات وأبناء شهداء الجيش السوري في العاصمة دمشق، وأمام حشود خرجت لملاقاته قال الأسد إن المجازر التي حصلت قبل 100 عام تتكرر اليوم مع اختلاف الأدوات وبعض الأسماء. وامتدت هذه الاعتقالات على مدى سنوات، كانت ذروتها في عام 1916، واليوم تتكرر هذه المجازر بنفس الشكل مع اختلاف بعض الأدوات واختلاف بعض الأسماء. ففي ذلك الوقت من قام بعمليات الإعدام هو كما قرأنا جميعا في كتب المدارس جمال باشا السفاح، أما اليوم فمن يقوم بها هو أردوغان السفاح. وأضاف الأسد أن ما يحصل هو حرب وليس معركة. نحن اليوم نخوض حربا وليس معركة، والحرب غير المعركة. الحرب هي مجموعة من المعارك الكثيرة، وعندما نتحدث عن حرب شرسة كالتي تحصل في سوريا على امتداد آلاف الكيلومترات من الحدود وآلاف الكيلومترات المربعة داخل سوريا، فنحن نتحدث عن ليس عشرات ولا مئات، بل نتحدث عن آلاف المعارك. ومن الطبيعي في مثل هذا النوع من المعارك ومثل هذا العدد ومثل هذه الظروف، وهي طبيعة كل المعارك، أن تكون عملية كر وفر، ربح وخسارة، صعود وهبوط، كل شيء فيها يتبدل ما عدا شيء وحيد كما قلت قبل قليل، هو الإيمان بالمقاتل، وهو إيمان المقاتل بحتمية الانتصار. لم تبدأ هذه المعارك البطولية في معارك سجن حلب، ولن تنتهي في حصار مشفى جسر الشغور. فالأوائل انتظروا حتى وصل الجيش وصمدوا وانتصروا وتابعوا المعركة معهم، والآن إن شاء الله سوف يصل الجيش قريبا إلى أولئك الأبطال المحاصرين في مشفى جسر الشغور. وكرر الأسد في خطابه أن خسارة معركة واحدة لا تعني الهزيمة. هلا نسلم عليكم. نقابة المحامين أحيت اليوم الوطني لشهداء الجيش بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي. رسائل دعم للمؤسسة العسكرية، رسائل تضامن مع مخطوفيها، ورسائل وفاء لشهدائها في احتفال اليوم الوطني لشهداء الجيش الذي أقيم في بيت المحامي، وتحدث فيه قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أكد ألا تهاون مع أي إرهاب يتهدد لبنان. إلى الأبطال الأحياء أسرانا المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية، لأؤكد تكراراً أن قضيتكم هي أمانة في عنق الجيش، ولن نوفر وسيلة في سبيل عودتكم سالمين موفوري الكرامة إلى ذويكم وعائلاتكم وإلى مؤسستكم العسكرية. المواجهة التي يخوضها الجيش اليوم ضد الإرهاب لا تقل خطورة عن مواجهته الدائمة ضد العدو الإسرائيلي، فإسرائيل والإرهاب وجهان لعملة واحدة وتعبيران مختلفان عن حقيقة واحدة وجوهر واحد. وفي الاحتفال كلمات لوزير الشؤون الاجتماعية ونقيب المحامين والمحامي وسيم منصوري. وما كان لهذه المؤسسة أن تعصى على العاديات
لولا أنها منضبطة تحت سقف الدستور ملتزمة بتوجيهات السلطة السياسية. ومن تجليات هذا الالتزام التقيد بسياسة النأي على الانغماس في المأساة السورية التي يتحمل لبنان آثارها الأكثر خطراً على كيانه، وما كان لها أن تبقى بريئة من الصراعات والتجاذبات لولا أن قاموسها قد تطهر من أي لفظة انقلابية. ولكي نكون على قدر تضحيات الجيش، لابد من الإشارة إلى ضرورة تفعيل عمل المؤسسات، كل المؤسسات، ابتداء من عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا الإطار لابد من التنويه بجهود كل من دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس تمام سلام على سعيهم المستمر لعقد جلسات انتخابية وتشريعية، فالتشريع اليوم أصبح أكثر من ضرورة. ليس نحن في النقابة من يرشح ولا نحن من ينتخب، لكن بالتأكيد نحن أصحاب حق ونقولها بصوت عال: نعم، نريد دولة اليوم ورئيسا اليوم، لأن غدا قد يكون متأخرا أو قد لا يأتي أبدا. وفي ختام الاحتفال تسلم قائد الجيش درعا تذكاريا من نقابة المحامين. ياسر موقوف بعدما رمى بزوجته من الطبقة الثانية، وأهل الضحية وجمعية كفة يرفضون الظهور عبر الإعلام. تقرير ليال بوموسى. ليست المرة الأولى التي تضرب فيها سهير ملحم، فملف العنف ضدها مضى عليه زمن في جمعية كفة، لكنها المرة الأولى التي تصل فيها وحشية الزوج ياسر صعب إلى حد رميها من الطبقة الثانية في مبنى فيروز بمنطقة بشامون. سهير وصلت يوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى بشامون التخصصي، حيث عينها طبيب شرعي وجرت معالجتها، وهي الآن في قسم العناية المركزة. أهل الضحية يرفضون رفضاً قاطعاً الظهور على الإعلام، ومدير المستشفى أشرف قطيش أفادنا بوضع سهير الحالي. مثل ما تفضلت، الأهل رافضين أنه يحكوا بهذا الموضوع، فنحن الموضوع الخاص والطبي ما بنقدر نحكي فيه. نحن المريضة عنا موجودة من امبارح وعم نهتم فيها، هي فاتت على نفقة وزارة الصحة، حكونا وزارة الصحة وهن متكفلين بكامل الأمور، والحمد لله وضعها اليوم تقريباً مستقر. لا نشوف شو بده يصير معه من عمليات أو إلى آخره. هذا ما تمكننا أن ننقله إليكم من مستشفى بشامون، أما مكان وقوع الجريمة فمحظور علينا دخوله، لأن تعنيف المرأة البارحة بات اليوم تعنيفاً للصحافة من أقرباء الزوج والضحية، الذين ما إن شاهدون هناك حتى حاولوا الاعتداء على المصور الزميل حمود بوشاهين، وما كان منا إلا الفرار. ليال بوموسى، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. في رحلة البحث عن شهداء السادس من أيار الحقيقيين، مقبرة مهملة وتمثال إيطالي لتخليد ذكرى شهداء لبنانيين. بين المطالبة بعيد لشهداء الجيش والاحتفال بعيد الشهداء كعيد لشهداء الصحافة، يضيع الباحث عن أصل هذا العيد ورمزيته. عيد الشهداء هو العيد الشهداء اللي بيته بفدا لبنان، ما هيك دخلك ولا لا؟ عسكر. بس هي كيف بلشت 6 ايار؟ كيف بلشت؟ ما في كثير، انا ماني كثير بال 6 ايار. عيد الشهداء تبع اللي صاروا ايام تركيا هذه. ولو كنا لشهداء دم راح هدر. ايمتى؟ ايمتين العيد؟ اظن بواحد نو. كان لزاما علينا الاستفسار عن العيد من كان بالتاريخ خبيرا، وفي المتحف الوطني كان الدكتور عصام خليفة حاضرا لإعادة العيد إلى نصابه ورمزيته الحقيقية. الدولة العثمانية بمواجهة مع فرنسا وبريطانيا، فبصراع مع هالدول الكبرى بدها تعمل حرب استباقية، بدها تقضي على الانتليجنسيا اللي كانت على طلب الإصلاح واللامركزية والاستقلال الجبل اللبناني، لبنان الكبير، الجمعيات، كان من طبيعي تضر المثقفين. المثقفين كانوا بهالوقت صحفيين. ولا ليش الصحافة بتحتفل؟ لأنه أغلبهم من الصحفيين.
على أن التاريخ يحكي أيضا أن من أعدموا في ذلك اليوم أعدموا نتيجة تآمرهم على الدولة العثمانية وتعاونهم مع فرنسا. وفي أحد جدران القنصلية الفرنسية يوم كان فرانسوا جورج بيكو قنصلا في بيروت، عثر جمال باشا على أسماء المتعاونين والمتآمرين. عثر على بعض أسمائهم من جعبة من رسم وقسم فيما بعد خريطة المنطقة بعد اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة. ما صحة عمالة شهداء السادس من أيار في عيون العارف بالتاريخ وخباياه؟ كان ترجمان القنصلية الفرنسية في بيروت من بيت زلزال خبى المراسلات بالحيط، بس اجوا العثمانيين لقطوا فيه، صفقوه، عذبوه، أقر انه بالحيط، فكوا الحيط، شافوا ببعض هذه المراسلات بعض اسماء، انتبه للكلمة، بعض اسماء مراسلات مع السفارة الفرنسية مع القنصلية الفرنسية. فشي منا كارثة اذا كان في مراسلات، على بشوف شو محتوى المراسلات. الهدف من جمال باشا القضاء على الانتليجنسيا الإسلامية والمسيحية اللي عندها طروحات استقلالية. 43 شهيدا أعدموا بين بيروت ودمشق وحيفا، وعلق جمال باشا مشانقهم. كان لابد من البحث عن ضرائح هؤلاء في بلاد الأرز، وبعد الاستفسار والاستدلال تبين أن 19 شهيدا دفنوا في مقبرة لا يمكن العثور عليها إلا مصادفة. 19 شهيد في 19 ضريح، شهداء وطن أم شهداء صحافة أم شهداء غدر قنصلي، كل ذلك لا يهم طالما أن الوفاء لذكراهم هي مقبرة مهملة وإكليل من الورود يوضع سنويا. شنق شهداء الحرية والصحافة وتوزعوا في مقابر عدة. وفاء لذكراهم يتوسط ساحة الشهداء تمثال يعرف بأنه تمثال الشهداء، على أن كتب التاريخ تطلعنا أن التمثال الحقيقي لتخليد ذكراهم كان من صنع النحات اللبناني يوسف الحويك. بعد البحث والتدقيق تبين أن تمثال الشهداء الحقيقي بات في عهدة متحف سرسق الذي يعمل لترميمه. نزع التمثال اللبناني عام 30، وارتأت الدولة اللبنانية تكليف نحات إيطالي وضع تمثال الشهداء اللبنانيين. في بلاد الأرز ما عاد مهماً إعادة السادس من أيار عيداً رسمياً، ففي البلاد التي يجب اقتفاء أثر شهدائها كل مواطنيها شهداء. الحركة التصحيحية القواتية تحيي عيد الشهداء في ساحتهم بوسط بيروت. أقامت الحركة التصحيحية القواتية لقاء تضامنيا لإحياء عيد الشهداء، وذلك أمام تمثال الشهداء في وسط بيروت بحضور النائب فادي الأعور وممثلين عن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وعائلات شهداء الجيش اللبناني وممثلين عن أهالي العسكريين المخطوفين. وطالبت الحركة بإعادة إحياء عيد الشهداء في السادس من أيار. اليوم لأول مرة وبشكل غير مسبوق نتشرف بالحضور والمشاركة الفعالة يلي خصونا فيها أحفاد وقرايب وعيال الشهداء الأبطال يلي تعلق لهم نشانق هون من 99 سنة. ما نحن اليوم عاشق للحرية مثل ما الشعب الأرمني عاشق للحرية، مثل ما الشعب الأرمني عم يدافع عن الجينوسيد اللي حصل من 100 يوم، نحن منضم صوتنا لصوتكم، منقلكم نحن معكم، هيدي قضية محقة. وجرى توزيع الورد الأبيض على المشاركين الذين وضعوه على تمثال الشهداء. لفت رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون خلال كلمة له في احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لإبادة المسيحيين إلى أننا لن نقبل أن يطمس تاريخنا ونحن نطالب بيوم وطني لإحياء ذكرى شهدائنا. اليوم نشعر وكأن الحلم الذي راود العثمانيين في القرن الماضي لا يزال يراود بعضهم، وإلا بماذا تفسر محاولة تهجير المسيحيين المستمرة في المشرق وما يتعرضون له من إبادة جديدة، أكان بالحديد والنار أو بالتهجير؟ أما في لبنان فقد بدأنا نرى جنوحاً نحو السيطرة في ممارسة الحكم وأضعاف المسيحيين وتعطيل دورهم وفق المبدأ الذي يقول ما هو لي هو لي وما هو لك هو لي ولك، وهذا ما يفقد المرجعيات
وهذا ما يفقد المرجعيات المسيحية دورها بالنسبة لمن تمثل، ويخلق شعوراً بالحرمان لديهم، يحيي فيهم شعوراً دفيناً بالقلق، ويتسبب مجدداً بحزم حقائب الرحيل إلى سماء جديدة يعيشون تحتها بحرية وعدالة وطمأنينة. لكننا أيها الأحبة، واعونا لهذه المشكلة، ولن ندعها تتفاعل في أي حال من الأحوال. فما يلحقنا من خير سيطال الجميع، وما يلحقنا من شر أيضاً سيطال الجميع. القضايا التشريعية محور لقاء الأربعاء النيابي، ونواب تكتل التغيير والإصلاح لا يمانعون حضور الجلسات ولكن بشرط. تناول رئيس مجلس النواب نبيه بر في لقاء الأربعاء النيابي الذي حضره عدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح عددا من القضايا التشريعية والاقتصادية، فأوضح النواب أنه جرى التطرق إلى عدد من المشاريع العالقة في اللجان النيابية، وأن الرئيس بر شدد مرة أخرى على وجوب الإسراع في درس هذه المشاريع. لم نأتي على ذكر السياسي لا من قريب ولا من بعيد، إنما النقاش كان له علاقة بكيفية تفعيل الملفات الجامدة في اللجان واللجان الفرعية. يعني نحن بنتأمل إذا انحطت هالمشاريع هذه اللي نحن أساساً كنا طالبينها وفي تأخير فيها، أكيد أكيد نحن مستعدين إنه نجي على جلسات، يعني لأنه نحن مشكلتنا مش ضد التشريع، ولكن المشكلة الأساسية لأنه هناك في هناك مشاريع قوانين واقتراحات قوانين كانت مجمدة، بالنهاية مجمدة مش من قبل الرئيس بري، مجمدة من بعض رؤساء اللجان أو من اللجان يسموها لجان فرعية، فبقى كانوا يحطوها بالجرور. فهلأ نحن من طلبت أنا من الرئيس أنا والزميل عباس هاشم جماعة الماضي طلبنا أنه هالمشاريع هذه وينية لحتى نعرف. اليوم شرح لنا الرئيس بري وينية، تفاجأنا أنه هالمشاريع هذه موجودة عند بعض رؤساء اللجان اللي حطينا بجوارير واللي منش عم بيودوها لحتى على الهيئة العامة. وعلم أن الرئيس بر دعا رؤساء اللجان إلى اجتماع للبحث في سبب عدم إحالة المشاريع إلى اللجنة العامة النيابية والتباطؤ في العمل. جمعية الممرات الخيرية اختتمت نشاطات أسبوع حملة التعليم للجميع. احتفلت جمعية الممرات الخيرية باختتام نشاطات أسبوع الحملة العالمية واسمها التعليم للجميع في قاعة قصر اليونسكو، فألقى غسان شكرون باسم وزير التربية ليس بوصعب كلمة أكد فيها أن وزارة التربية أصبحت لديها مراكز في كل محافظة لذوي الاحتياجات الخاصة. ها هي منظمة يونسكو تدعو إلى مناصرة التعليم النوعي الشامل إلى ما بعد العام 2015، آملين أن تكون الحكومات قد تجاوبت، احنا مش متفائلين كثير، قد تجاوبت مع دعوة اليونسكو فحققت شيئا يعتد به من أهداف الحق في التربية والأهداف الستة للألفية. والمبرات منذ تأسيسها عام 1978 تؤكد على حق التعلم لكل إنسان، وضمن إمكانياتها التي اتسعت على مدى السنوات ما زالت تعمل على أحقية التعلم لفئات مهمشة في المجتمع من أيتام وحالات اجتماعية صعبة وذوي حاجات واحتياجات خاصة. أما كلمة اليونسكو فألقاها حمد الهمامي الذي رأى أن الاحتفال الذي ترعاه اليونسكو هو آلية للتذكير بأهداف المبادرة العالمية التي توافقوا عليها في دكار عام 2000 ولتذكير الدول بتوفير التعليم للكبار والصغار، مشيرا إلى أن هناك جهودا في جميع دول العالم لتحقيق مرحلة جديدة بين عامي 2015 و2030. محافظ عكار يتابع سير إجراءات إزالة المخالفات من منطقة العبدة. استكمالاً للخطوات التي اتخذها محافظ عكار عماد لبكي القاضية بإزالة جميع المخالفات من ساحة العبدة ومحيطها، عين المحافظ قبل ظهر الأربعاء المناطق المذكورة للإشراف على سير العملية فيها، وشدد على ضرورة عدم السماح بخرق الإجراءات المرعية بهذا الصدد. هذه تكملة للمشروع اللي بدنا نعمله، وجمعة الجين الله رب رح تكون أحسن وأحسن. بعد ما نظفنا السماك اللي موجودين نازلين على سوق السمك، جينا هبة من
يو اس ايد رح ننفض السوق العام والسوق الخاص. ما حيضل ولا محل ما له مطابقة للمواصفات الصحية. نحن مشان إذا كان في وزارة صحة أو ما في وزارة صحة، سعادته بهمه صحة المواطن العكاري أولا. مشان هيك الحمد لله إجا طلع الشغل، وبعد عنا أسبوع بيكون كل شيء جاهز. وكشف لبكي نيته اتخاذ قرار يقضي بمنع رمي النفايات على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، لافتا إلى أنه سيتفقد تلك المنطقة في الأسبوع المقبل للاطلاع على حجم الأضرار التي تخلفها النفايات على الطرقات الدولية. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائب الممدد خالد الظاهر وهو يحرث أرضه ليزرعها، وقد صور هذه المشاهد شقيق الظاهر ربيع، وقد جرى تداول الفيديو مصحوبا بتعليق مفاده لا تشتروا الخضار لأن الحاج خالد يفلح أرضه ليزرعها، وخضرتكم على الحاج خالد. أهلا بكم من جديد. في الأراضي المحتلة أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع حزب يميني متطرف قبل ساعتين من حلول الموعد النهائي لتشكيلها. هذا وسيحكم الائتلاف بأغلبية 61 عضوا في الكنيسة المؤلف من 120 عضوا، وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان الإسرائيلي المضطرب. حزب العمل والمحافظين يتوددان إلى المسلمين والعرب في بريطانيا قبل ساعات من بدء الانتخابات البرلمانية. عشية الانتخابات البرلمانية البريطانية تشتد المنافسة بين حزبي المحافظين بزعامة رئيس مجلس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض بزعامة إيد ميليباند، ويحاول الحزبان خطب ود المسلمين الذين يشكلون نحو 5% من عدد السكان في بريطانيا و20% من الناخبين في 26 دائرة في إنجلترا وويلز وحدهما، إذا يبلغ تعداد الأصوات المسلمة 3 ملايين صوت، ويتراوح عدد الناخبين فيها من 700 ألف إلى 800 ألف منتخب وفق الإحصاء الأخير. ولا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب واضح بين حزبي العمال والمحافظين، بحيث تمنح الأولى 35% والثاني 33% من الأصوات. ويعد حزب المحافظين بالاهتمام بأمور المسلمين ومراجعة كل القوانين التي من شأنها التصدي الفعلي لمظاهر العنصرية والكراهية ضدهم، وبالاهتمام بحقهم في الحصول على المنتجات الحلال. ويتقاطع وعد المحافظين مع حزب العمال الذي تعهد في برنامجه الانتخابي بإنشاء وحدة لرصد جرائم الكراهية ضد المسلمين وتسجيلها والتنسيق مع الشرطة لمواجهتها. أما بالنسبة إلى الجاليات العربية عموما التي يتجاوز عددها نصف مليون شخص، فلا يزال فتور حماستها تجاه الانتخابات البريطانية سيد الموقف، وقد دفع احتدام المعركة بين أكبر حزبين إلى محاولة استمالة المسلمين والعرب على حد سواء. وفي هذا الإطار أكد زعيم حزب العمال أن فوز حزبه يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج. أما الحزب الحاكم حزب المحافظين فأعرب عن دعم حق الدولتين في فلسطين المحتلة. ولعنوا ساعة الوزير. بعد التظاهرات التي اندلعت في إيطاليا احتجاجا على إقامة معرض إكسبو العالمي في ميلانو، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بتبذير المال العام والفساد، صرح رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية إن المتظاهرين أشقياء من الأثرياء والمدللين يرتدون ساعات رولكس. كلمة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي جاءت أمام البرلمان، الأمر الذي أغضب شركة تصنيع الساعات الفاخرة رولكس التي طلبته بالاعتذار عما قاله. وقد اشترت الشركة إعلاناً بحجم صفحة كاملة في الصحف الإيطالية لانتقاد تصريحات كلا السياسيين التي أدليا بها بعد إطلاق الشرطة الغازات المسيلة للدموع على المحتجين الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة وهشموا واجهات المتاجر. وكتب الرئيس التنفيذي لرولكس في إيطاليا رسالة علنية قال فيها أن الربط غير مقبول بين صورة رولكس والدمار في ميلانو وعالم التخريب والعنف. ولم يصدر أي رد بعد عن رئيس الوزراء أو وزير الداخلية بشأن المطالبة بالاعتذار. إلى
اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف بن راشد الزياني في باريس أمس بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد والجهود التي تبذل لدفع العملية السياسية السلمية على أساس المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي. ميدانيا قتل قائد دورية تابعة لسجون نجران وأربعة مدنيين، إضافة إلى إصابة 11 شخصا في قصف من داخل الأراضي اليمنية، وذلك بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي. فيما أعلن مسؤول في الجيش اليمني أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة قد قتل إثر إصابته برصاص قناص في عدن. منظمة هيومان رايتس ووتش تكشف أن تحالف عاصفة الحزم استعمل قنابل عنقودية محظورة في اليمن. بعد مرور أكثر من شهر على بدء عاصفة الحزم على اليمن، بدأت تتجلى نوعية الأسلحة التي يستعملها التحالف، ولا سيما القنابل التي تلقى على المدن اليمنية. فقد كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش العالمية عن وجود أدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية استعمل قنابل عنقودية محظورة من صنع الولايات المتحدة الأمريكية في غاراتها على الحوثيين في اليمن، وهذه القنابل العنقودية تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وهي محظورة بموجب اتفاقية اعتمدها 116 بلداً عام 2008، لم تكن من بينها المملكة العربية السعودية ولا اليمن ولا الولايات المتحدة ولا أي من دول تحالف عاصفة الحزم، إذ ظهرت بحسب التقرير الحقوقي صور ومقاطع فيديو وأدلة أخرى تعود إلى منتصف في نيسان تؤكد استعمال هذه الأسلحة المحظورة في الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على محافظة صعدة شمالية اليمن. وخلصت هيومان رايتس ووتش بعد تحليل صور القمر الصناعي إلى أن هذه الأسلحة استعملت في هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني المنتشرة في عدد من القرى يتفاوت عددها من 4 إلى 6. وقال مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف غوس إن القنابل العنقودية التي استعملت في الغارات أصابت مناطق قريبة من قرى محلية فعرضت حياة الناس للخطر. وبتحليل الصور تمكنت هيومان رايتس ووتش من تحليل بقايا سلاح استشعار من طراز فاز CBU-105 التي تصنعها شركة تكستروم للأنظمة، والتي صدرتها الولايات المتحدة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة. وتظهر إحدى الصور أسطوانة فارغة من نوع BLU-108، فيما تظهر أخرى أسطوانة من النوع نفسه ما زالت محملة بأربع قنابل صغيرة. السعودية أنكرت بداية استعمال قنابل عنقودية في اليمن، ونفى المتحدث الرسمي باسم عاصفة الحزم الجنرال أحمد العسيري في ندوة صحفية في الرياض أن تكون بلاده قد استعملت أي قنابل عنقودية في اليمن، لكنه في حديث إلى شبكة CNN اعترف العسيري أن بلاده تستعمل فعلا تلك القنابل، غير أنه وضعها في إطار استهداف الآليات العسكرية لا المدنية. وتابع العسيري: إذا كانت تلك القنابل غير قانونية فلماذا قد تبيعها الولايات المتحدة؟ هذه الذريعة نفسها التي لطالما كررها الإسرائيلي في عدوانه على غزة أو على لبنان، فالأرض اللبنانية والفلسطينية المحتلة لا تزال شاهدة على تلك القذائف وتلك الألغام. وإذا مثلت إسرائيل أو أي دولة أخرى أمام المحاكم الجنائية الدولية فستتملص من المسؤولية وتقول إن الشركات الأمريكية زودتنا الأسلحة المحرمة دوليا، فحاسبوا الشركات. وإن كانت القذائف والصواريخ لم تفعل فعلها حتى الساعة، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر يمنية رسمية مطلعة أن السعودية تقدم تدريبات عسكرية للمئات من رجال القبائل اليمنية لقتال الحوثيين، فأكثر من 300 مقاتل قبلي تدربوا في السعودية ثم عادوا إلى موطنهم في منطقة سرواح في محافظة مأرب بوسط اليمن مزودين أسلحة خفيفة ونصائح تكتيكية. وبذلك تسعى دول التحالف الخليجي والدول الأخرى إلى تأجيج المعركة البرية والميدانية والأهلية تاليا بين سكان البلد الواحد. كانت النشرة
شهادة جنبلاط تعبر على جثة وسام الحسن. توخي الحذر من العقيد وسام الحسن. قلت لا أتذكر. والحريري معلم على المعلم. ليش وصل رفيق الحريري اللي درجة أنه صار مستعد يتعامل مع الجميع ليقلق سوريا؟ عون في مئوية إبادة المسيحيين. فقد بدأنا نرى جنوحاً نحو السيطرة في ممارسة الحكم وأضعاف المسيحيين. قهوجي واعداً في يوم الشهداء بأن الجيش لن يسمح بوجود أي موطئ قدم للإرهاب في لبنان. من اليمن إلى السعودية قذائف وقتلى. العنف ضد النساء يصعد إلى الطبقة الثانية. النشرة انتهت. أشير إلى أن الصحف اللبنانية تحتجب عن الصدور لهذا اليوم بسبب عيد الشهداء. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألقاكم في نشرة الظهيرة.